معنا الآن من الإحساء سعد. السلام عليكم يا سعد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا ولدي ويبارك فيك، تفضل يا سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصدف الأولى صدف إبراهيم وموسى. يا سلام يا سعد، ممتاز ممتاز ممتاز، وخاصة وذكر اسم ربه. أقول لكم شيء يا أحبتي، أكيد معظم المشاركين معنا يستطيعون الكتابة، اكتبوا وذكر اسم ربه، بس وذكر اسم، اكتبوها في ورقة ثم تعالوا على كلمة اسم هذه، امسحوا الألف أو اشطبوا عليها وقرأوا ما تبقى، ستصبح وذكر اسم، اكتب يعني الراء بعدها السين مباشرة كأنها كلمة واحدة، وذكر اسم ربه، هكذا.